ولذلك لا يتخذ القرآن نغمات للجوال. قد يقول بعضهم نحن نفعل ذلك أو نحث من أجل أن نضاهي أو أن ندفع ما قد يفعله بعض الناس من وضع أغاني أو موسيقى، فيقال عن هذا أن المذموم لا يعالج بمذموم والخطأ لا يعالج بخطأ، فهؤلاء ينبهون وهم يعلمون في حقيقة الأمر حرمة الموسيقى وحرمة الغناء، فإن فعلوا فهذا وشأنهم، لكن بالنسبة إلى كتاب الله عز وجل فيجب أن يعظم حق التعظيم.